السلام عليكم ورحمة الله متابعين قناة مزارع المغرب، مرحبا بكم. اليوم إن شاء الله غادي نهضروا على الصاصو. قبل ما نبداو في الموضوع ديالنا إن شاء الله، بغيناكم تدعمونا بالاشتراك وبزر الإعجاب باش إن شاء الله نزيدوا للقدام ونبدلوا المزيد والمزيد باش نحاولوا ما أمكن نوصل لكم المعلومة إن شاء الله. في هذه السنوات الأخيرة ولينا كنسمعوا بزاف كلمات الصاصو وما عارفش اش كتعني داك كلمه الصاصو. كاين بعض الناس اللي يقول لك الدجاج الحبشي هو الصاصو، كاين بعض الناس يقول لك الدجاج الكروازي هو الصاصو. حنا ان شاء الله في هذه الحلقه غادي نوريكم اش كتعني كلمه الصاصو. الصاصو هي شركه وعلامه تجاريه رائده ومتفوقه في مجال تربيه الدجاج الهجين، الدجاج الملون، اللحم والبياض. عمر هذه الشركه أكثر من 30 سنة في إنتاج وتطوير هذا النوع من الدواجن. كتعتبر هذه الشركة عالمية، كتصدر المنتوجات ديالها من الكتاكيت لمختلف دول العالم. من أهم الإنتاج ديال هذه الشركة هو الدجاج الملون اللي كيتحمل ظروف صعيبة للتربية في المسارح المفتوحة، يعني بحالو بحال الدجاج البلدي اللي كيتواجد عندنا في المغرب. والشكل ديال الدجاج اللي كتنتجو هاد الشركة دجاج شبيه بالدجاج اللحم والدجاج البلدي. إخواني الكرام، في هاد الحلقة إن شاء الله غادي نعرضو لكم بعض من السلالات اللي كتنتج هاد الشركة والأرقام ديال هاد السلالات. خليكم معنا وتابعوا هاد الفيديو إن شاء الله حتى الأخير دياله.